وأجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، الحديث الثالث والأخير معنا عن أبي هريرة رضي الله عنه، واسمه عبد الرحمن ابن الصخر. واحنا عارفين العلماء اختلفوا في تسمية أبو هريرة إلى 30 قولا، لكن أشهرها عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا كلام جميل. الوسامة في الوجه والطول والعرض وكل هذه المعاني لا ينظر الله إليها، لكن نظر إلى إيه؟ إلى ما في القلوب. يا ترى القلوب خالصة لوجه الله هي التي ينظر إليها؟ القلوب هي محل النيات، لأن احنا درسنا إخواننا في موضوع النيات، حتى الآن نتكلم عن إيه؟ عن النيات. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا ينظر لا إلى الصور ولا إلى الأجسام، ولكن ينظر إلى إيه؟ فلان أنت وجهك منور النهاردة، فلان مش عارف أنت طولك عرضك، لا، كل هذه لا تساوي عند الله شيئا. إنما الذي يساوي عند الله شنو هو إيه؟ من طوى عليه القلب، من طوى عليه القلب من النية. والنية هي القصد، دايما قصدك خير، دايما قصدك فيما يرضي الله، دايما قصدك في النظر إلى الفقراء والمساكين، دايما نظرك إلى ما يقدم الخير إلى المسلمين، هذا هو محل النظر. المولى تبارك وتعالى يقول، المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا ينظر إلى إيه؟ يعني كونك أنت تهتم ببدنك، تهتم بجسمك، تهتم بنظرك، تهتم بكذا بكذا، كل هذه المولى تبارك وتعالى لا ينظر إليها، لكن ينظر إلى إيه؟ إلى ما في القلوب. طيب، القلوب لا يطلع عليه إلا علام الغيوب. إذن نحن مأمورون بإيه؟ بتحسين ما في الإيه؟ ما في القلوب، لأن كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة، ألا إن في الجسد إيه؟ إن صلحت صلح الجسد إيه؟ كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي الإيه؟ القلب. مضغة يعني حاجة بسيطة جدا يعني، لكن الحاجة دي صلاح الإنسان وفساده ينبع منين؟ ولذلك احنا كل واحد لازم يحرس قلبه. صحيح، العين فيها وسيلة التي توصل إلى القلب، فمن خلال العين تصل إلى القلب، لكن برضو في أشياء قد لا ترها العين، الإنسان يسمعها بأذنيه وتؤثر في قلبه برضو، يعني ليست هي العين الوحيدة، الرسول الوحيد اللي بوصل القلب، لا، برضو هناك وسائل أخرى. الإحساس، ممكن أنت وأنت ماسكت حتى في السيارة يدك وضعت على يد نعمة تأثر. إذن نحن مسؤولون عن إيه؟ عن إصلاح القلوب، إصلاح
ما يفسد في القلوب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من هذا، بيقول إيه؟ من ترك صلاة الجمعة مرة اسود إيه؟ ثلث قلبه. من ترك الجمعة مرتين اسود إيه؟ ثلث قلبه. من ترك الجمعة ثلاث مرات اسود إيه؟ قلبه كله. خلاص اسود القلب، لا تؤسف فيه المواعظ، لا تؤسف فيه المواعظ، تسمع القرآن وكأنك انت تسمع أغاني، تأثر. ولذلك سيدنا الإمام مالك يقول إيه؟ من أراد أن يفتح الله له فرجة في قلبه عشان يعطيه سر خاص، من أراد الله إيه؟ أن يفتح الله له إيه؟ فرجة في قلبه، فلتكن أعماله في السر أكثر منها في الإيه؟ في العلانية. ليه؟ ليه؟ لأن العلانية وأنت تصلي تبقى ملاحظ الناس اللي حواليك، وخصوصا إذا كان اللي حواليك أهل علم، فأنت ما دام الناس اللي حواليك أهل علم، دول هياخذوا عليا إن أنا أسرعت في الركوع، أسرعت في السجود، قرأتش كويس، أبتدي إيه؟ أحسن في قراءتي، أحسن في ركوعي، أحسن في سجودي. دخل معي الإيه؟ الرياء دخل معي الشرك، لأن الشرك الأصغر هو الإيه؟ هو الرياء. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه خرج ذات يوم فوجد معاذ بن جبل بجوار ضريح النبي عليه الصلاة والسلام يبكي، يبكي. ما يبكيك يا معاذ؟ ما يبكيك يا معاذ؟ طبعا راجع من اليمن، وفاته يعني وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقال: حديث كنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سمعت من رسول الله؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القليل من الرياء شرك. ده الجزئية المهمة اللي احنا عارفين. القليل من الرياء ايه؟ شرك. قليل من الرياء، لأنك أنت قد يكون عملك لوجه الله، لكن تدخل عليه تحسينات لأجل مين؟ لأجل من حولك من الناس. يعني أنا جاي عارف من أن السنة أن تدخل المسجد وصلي ركعتين لوجه الله، لكن وأنت تصلي ركعتين لاحظت أن مين؟ أهل العلم اللي حواليك يتطلعوا إليك، يؤخذ عليك وأنت رجل أهل علم، فتبتدي تتريس في الركوع، تتريس في السجود، تتريس في القراءة. دخل معك الايه؟ شوف، القليل من الرياء، مش الرياء كله، ما انت مش تصلي لأجلهم، انت تصلي لايه؟ لوجه الله، انت تصلي لوجه الله، لكن دخل معك الايه؟ القليل من الرياء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القليل من الرياء شرك. لأنك أنت أشركت مع الله غيره، تصلي لله ثم أشركت الآخر عشان يقول والله ده فلان بيصلي صلاة كويس، كان يركع كويس، كان يقف كويس. لذلك نقول هذا الحديث من أهم الحديث التي ينبغي لنا أن نحرص عليها، وسهل حفظ سهل. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى إيه؟ صوركم، ولكن ينظر إلى إيه؟ إلى قلوبكم. فنحافظ على القلوب، نحافظ على القلوب، لأن هي المستودع الذي يرفعك ويخفضك. يرفعك إذا محطته لوجه الله إلى أعمال الخير، إلى دائم مقاصد الخير. ينزل بك إذا انفلت منك إلى إيه؟ إلى الدرك الأسفل، عاد ينظر إلى الشهوات، ينظر إلى. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يشرح صدورنا، وأن ينور قلوبنا إن شاء الله، وأن يبارك في هذا المكان الذي حفظ تراث المسلمين على مدى يعني أكثر من 1000 عام.
الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده من ملها صلى الفجر ولفف مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكتر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله